xaruntan oo dhawaan laga hirgeliyay isbitaalka guud ee magaalada Garoow ayaa loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka waxaana maanta xariga ka jiray madaxweynaha Puntland Abdulle Maxamed Cali Gaas iyo wakiilka UNFPA u qaabilsan Soomaaliya munaasabada xariga looga jiray xaruntan ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Puntland wasiir ka tirsan xukuumadiisa madax ka socota UNFPA maamulka isbitaalka Garoow dhaqaatiir iyo marti sharaf kale وكيلكا UNFPA وقابلسان صوماليا شيخ عيسى تكاني ايا شيغي ان حرونتان اي كاقب قادن اي سو يرين تا دمان شادا دلان كي يهوين كا حلقا دلمضا This day is symbolic because we are launching the karma and for us the karma is not the words we say but action so this hospital this maternity is part of those action and maybe we will discover more الدعوة كلا وزيرك وزارة عافمات كبنتلان دكتر صادق أنو أي بلوشادة وقباقين إن أذيقن وبلاشا أي كفا إذيستان يمادان للمدى كور سي أي أهبيان عافمات كوضا ما أنت فرحت قارة بيئتها إن هل كان لغفرة اسبتال لقدر يروح يضا يدالان اسبتال كان واحد قيب كقاتي كومنتي مجتمع حدوسا واحد أرسان عيد وحقا ما نيسمون مركي الدقمدة إلوكي بحسي شي عبد القادرنا الله جميع الرحمة سيئة ومساجد هذا العكوة الأولية أساس كده اسمعنا با UNFPA هنا قرش لغاها لكي صاحب هذا كله هنا كالنا انتا سيدة بذيت واحا نقفى يجي سنة يا فرصدا هو يوينكا أما مقالة دي أنا ما أقار كذا أقول كالي هكفى يجي سنة وهي ماذا ماها مركز دليا كليا انتا يقول كليين حتى هو يماذا سيطالكا كنترول مدعوين أبنتنان عبدولي محمد علي قاس يا بوغ الشوك السميه قيبها اي كاكو بنتي حرنتن وحاونا الشاقي ان حكومة دي سو مركز تموهيمة دا السينة سو عافماتك يوح براشادا سيدا دراد دينا يدون ايان ان برنامج كلا قارسيو ديگان دكلا يا بنتلان طبعا تاني قروو يو انت لحر يرتع ايي باهيدا سيحان قبتر يسالاك محر جينينا ميو بقلوف دي يدام كبير حيرا سيدا ان شاقينا دعنا حكومة دي عافماتك اي وح براشادو برايورتي نويه نمبر 1 برايورتي نويه ان شاء الله وي انا وان اولنا اي وان قدر سنين ادير لك الدوله كما هو العام الدعوة كلام مدحوينها بنتلان عبدولي محمد علي قاس يمدح ذا UNFPA يا مانتا كغيب قلي برنامج لوغ مقعدري كارما واه اولالاها دردرقلينتا هو سوليقا خطرتا ام الراعة كاسو اي كسو قيب قلين قيبها كالدواني بلوشدا وحانا برنامج كان هو قامي اللوغا دقي وسيرك وسارد عافمات كبنتلان انا سا عبد القادر حاج مومن تضبية طبان كان نوفمبر وكوبيا كان مانتا يانا مدحوينها بنتلان عبدولي محمد علي قاسو علاميين النقطو ما ننتا لغاها الله هير كايمر يسو لباتوين كسو وچاهو يوين كيدالان كا عبد الرساق محمد حير وركا قروا اونلاين قروا